شوفي يا ديانا ويلي جديد يا سوزان، هذا فطوري بس مش كل هذا. هذا حطيته عشان تبقى عندكم فكرة. هاخد بيض، ممكن تستعملي 4 بيضات انتي والقدرة اللي تتحملي. انا كنت صراحة اعمل 4 أو 5، هقولكم صريحة والله وربي يشهد، فحستعمل بيضتين. هذا كيل ماشي، وبراكلي، البراكلي واللحمة هذه شقفة ميت لوف، متذكرينها عملتها. هذا البروتين، أنا دايما بحط البروتين على البيض لأنه بيخليني شبعانة أكتر. البيض بروتين صحي بنهضم بسرعة، ولكن أنا بزيد اللحمة عشان ما جوعش بسرعة، بضل الاستفادة أكتر ولاست لونجر. وحقليه بالزبدة وحاخفه بالهاف ان هاف، شايفين هذا هو فطوري. هلا سمك الدجاج تقريبا شقفة دجاج، وحطيت البيض مع 3 معالق هاف ان هاف بتطفئيه، شايفة؟ ولما تخفقيه خلص.